انتشار لن ترس الحكم غير مزاد لو الاخوان في اخر ايامهم ولما قامت ثورة 30 يونيو لو قالوها صح وما قالوش انقلاب وعرفوا ان في 30 مليون او غيره وانا واقف قدام التحرير في 30 يونيو بكلم الناس وما قالوش ده فوتو شوب وما قالوش دي توقعات وعاشوا من الشعب ورضيوا بالهزيمه السياسيه تمام امور واحترام انما الاخوان اساءوا الى الاخوان واساءوا للدين الاسلامي واساءوا الى انفسهم واساءوا